نأمل خيرا بزيارة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، وإن شاء الله يكون أهلا لهذا العمل في تطوير الواقع الاقتصادي للبلاد. الزيارة الأخيرة للسيد رئيس وزراء العراقي محمد الشاع السوداني للولايات المتحدة الأمريكية قاعد تثبت أكثر أنه وطنية هذا الرجل، والخطوات اللي قاعد يأخذها في سبيل التقدم كل مجالات، يعني المجالات العلمية، مجالات البنى التحتية. نتمنى من هاي الزيارة للسوداني أن يكون حدي مع هاي الزيارة، بحيث أن يكون إذا كانت القرارات في خدمة الشعب العراقي أن يكون مصادق عليها يكون، وإذا شاف المشاريع يعني بعيدة بس وعود بدون تنفيذ فيكون يبتعد عن هذا الموضوع. حياكم الله. منذ أن حطت الطائرة الحكومية رحالها في واشنطن والكل يترقب كيف ستكون صورة اللقاء في البيت الأبيض، هل ستثير الجدل؟ هل ستنعش الأمل؟ هل ستعلق في ذاكرة العراقيين أم تطوى وتمحى وكأن شيئا لم يكن؟ مخاوف في كفة واطمئنان في كفة أخرى، وما بين الاثنين لا يصلح الاتزان، خصوصا مع الأمريكان. اقتصاد واستثمار، طاقة وتعليم، صناعة وزراعة، مفردات لم تقترن باتفاقية الإطار الاستراتيجي طيلة 13 عاماً. فهل رح نخلع البدلة العسكرية ونرتدي البدلة التنموية؟ أم أن اتفاقات البيت الأبيض لا تنفع الاقتصاد الأسود؟ حوار ملفنا الأول رح يكون مع عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي، حياك الله دكتور. أهلا مرحبا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما يكون معنا أيضا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك دكتور أسامة، في لغة السياسة وفي خطاب الجسد، حضرتك أكيد شفت هذه الزيارة، ماذا تقرأ سياسيا؟ نعم، شكرا جزيلا تحيا جنابكم الكريم الدكتور صفوان ومشاهدي قناة الأيام الموقرة. ابتداء الزيارة هي يعني كان لها إعداد مسبق، وهناك كما هو معروف يكون أكو اتفاق مسبق على البرنامج وعلى كل الحيثيات الخاصة به وتفاصيله، وأيضا النقاط اللي ممكن أن يتم طرحها أو نقاشها حتى يتم رسم ملامح خلينا نسميه نجاح هذه الزيارة. أكيد حجم خلينا نسميه التقارب واللقاء والمصافحة قد يكون الود المتبادل ما بين الرئيس الأمريكي وما بين رئيس الوزراء العراقي يعكس حجم التفاهم المشترك وحجم الرؤى اللي قد تكون بصراحة متطابقة، خاصة نحن نعرف أنه قد يكون يعني ما ينقل عن من خلال وسائل الإعلام في كثير من الأحيان هو غير الواقع. لذلك أن يلتقي الشخص مباشرة ممثل بشخص رئيس الحكومة العراقية برئيس الأمريكي راح يغير من هواية من القناعات من الأفكار اللي قد تكون هي مبنية على أساس غير صحيح أو أساس غير سليم، أو قد تكون قناعات هي مبنية على أساس ما يتم نقله عبر وسائل الإعلام. هذه مو الزيارة الأولى دكتور أسامة، يعني أكو بالحكومات السابقة كثيرا ما راحوا لواشنطن للحوار وبحث ملف التعاون لكن من غير فائدة. الفرق أنه اليوم رئيس الوزراء راح بعد مدة من تولي الحكومة، يعني هو لم يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، بما معناه أنه استجمع نسبة من رصيده على المستوى الداخلي ورصيد على المستوى الخارجي،
واتضحت ملامح السياسة الخارجية العراقية، واتضح ملامح الخطاب السياسة الخارجية لرئيس الحكومة نفسه، وبالتالي هو ارتكز على كل هذه الأسس والمرتكزات، وبالتالي انطلق في خلينا نسميه في لقاء التفاوضي أو في زيارته التفاوضية، على اعتبار العنوان العريض اللي حملته هذه الزيارة هو عنوان يتعلق بتفعيل الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مسألة جدا مهمة. كما تفضلت في مقدمتكم الكريمة أنه إحنا كل ما نعرفه عن الأمريكا وأي تسليم لهم أي مواطن هو يتحدث عن الجانب العسكري. صحيح. ما يفوتنا أنه ما بعد 3/21/20 ما بعد جريمة المطار كانت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة يعني متذبذبة أو غير مستقرة، وشدها وسادها الكثير من الشد والجذب. اليوم نريد نبدي مرحلة جديدة وفق أسس جديدة مبنية على أساس رؤية الحكومة لما هو قادم، وبمعنى أدق إذا أردنا نخلي فد مانشيت لهذه الزيارة نستطيع أن نقول أنه هذه الزيارة هي لتصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لرسم ملامح علاقات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحمله السيد محمد الشياع السوداني من رؤى وتطلعات للعراق. رح أناقش وياك تصحيح العلاقات، لكن فقط أتوجه بسؤال لدكتور صفوان، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني حسب ما شفنا أنه الوفد عراقي اقتصادي استثماري، نعم. ما بي أي مسؤول أمني. اليوم شلون ممكن نستطيع التفاوض على هذه الملفات؟ طبعا يعني عملية يعني إقناع الشركات الأمريكية، نعم. التي يمكن أن تساهم في إعادة تأهيل الحقيقة الاقتصاد العراقي والثقافي وحتى الجانب الأمني، نحتاج إلى شراكة من نوع آخر. الشراكة الآن متعددة الأبعاد، كان التركيز في الحكومات السابقة ينصب على موضوع تحقيق استقرار العراق، حاليا الاستقرار أتى ثمارة، يعني نعيش في فترة استقرار وتماسك سياسي أمني. هذا الاستقرار أعاد وجهة نظر الشركات الأمريكية في محاولة التوجه إلى بيئة جديدة، فهناك العديد من الفرص الحقيقة التي أتوقع أنها محط أنظار الشركات الأمريكية. فعندما يكون هناك وفد يتمثل برجال أعمال بعيدا عن التغيرات السياسية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، رجال أعمال يستطيعون التفاوض لصالح جذب الاستثمارات الأمريكية. طبعا المستثمر يبحث عن العائد ويبحث عن الضمانات. طبعا. حكومة السودان وفرت الضمانات وضمانات سيادية على أساس أنها حتى إذا تبدلت الحكومة هذه الضمانات هي التزام على وزارة المالية تجاه حجم الأموال التي ممكن أن تدفق إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. الجانب الآخر هو استدامة العائد. الشركات الأمريكية لا تضع أموالها بدون عائد. توقعات معدلات النمو في العراق تتصاعد تدريجيا، بمعنى أن الموارد المتاحة حاليا هي فرص استثمارية لنمو عائد مستقبلي. هناك طبعا منافسة بين الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية والشركات الصينية. الأمريكان حاليا وتحت يعني قبة البيت الأبيض نشعر بأن الإطار الاستراتيجي هو نافذة جديدة لنمو أرباح الشركات الأمريكية. العراق في هذه اللحظة بالتأكيد. ليش كانت معطلة 13 سنة؟ وليش ماكو رئيس وزراء نفض الغبار عن بنود هذه الاتفاقية؟ حاليا العالم بحاجة للعراق، يعني بوصلة الاستقرار الآن في العراق واستدامة الاستقرار واضح أن الإدارة الأمريكية ترغب بدعم الاستقرار في العراق. في السنوات السابقة لم يكن هناك حرب روسية أوكرانية ولا التصعيد الأخير في البحر الأحمر، فحاليا مثل هذه المخاطر بالتأكيد دكتور أسامة يعني شاطرني هذا الحروب الدائرة في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية والعراق يرغبون بعدم تطوير الصراع وتطويقه. فهناك رغبة الآن لدى الأوروبيين بعد أن انسحبت استثماراتهم من روسيا في إعادة ضخها للداخل العراقي، وكذلك الشركات الأمريكية ريثما يستطيعون إصلاح ما تم تدميره في أوكرانيا وإعادة العلاقات مع روسيا. العراق هو النافذة الجديدة لنمو هذه الاستثمارات. نعم. إذن دكتور أسامة، حضرتك ذكرت مفردة تصحيح العلاقات، يعني منذ فترة ليست بالقريبة يملك العراق علاقات ربما استثنائية مع الولايات المتحدة، لكن تسودها روح التوتر، يعني دائما الولايات المتحدة ما تلتزم بأي اتفاقية مع العراق.
شنو اليوم الضامن؟ هل هو قوة المفاوض؟ هل هو الأسباب اللي ذكرها الدكتور صفوان بأن العالم اليوم بحاجة للعراق حتى العراق يستطيع تأمين نفسه وبالتالي تتنفذ كل الاتفاقيات؟ يعني كلام صحيح، اللي يتابع مسار العلاقات من عام 2000 يعني ما بعد 9/4/2003 تعيين الحاكم المدني بول بريمر، قانون إدارة الدولة المؤقت، الحكم المجلس الحكم، الحكومة المؤقتة، الحكومة الانتقالية، وصولا للحكومة الأولى، هذا كلها يعني كلها رصيد في سرورة النظام السياسي. احنا ما نقدر بصراحة كنا نتحدث عن نضج في العملية السياسية والنظام السياسي ما بعد عام 2003 إلا في عام 2017 عندما استطاع العراق أن يقلب المعادلة على تنظيم داعش الإرهابي ويلغي كل حتى الحسابات الأمريكية بأنه هذا التنظيم راح يبقى عشرات السنين وقد يطول 30 سنة وهذا وقت وتحالف دولي. هذا بدينا نرتكز حقيقة، تضحيات الشهداء، تضحيات الناس اللي المضحين اللي قدموا دمائهم وقدموا أرواحهم حتى هذا يعني مو قضية، مو دفاع عن حكومة ولا دفاع عن عملية سياسية، ما حصل هو دفاع عن دولة عراقية صحيح. اللي هي عمرها يمتد بالتاريخ المعاصر من عام 1921. بعد هذا التاريخ بصراحة بدأ العالم يختلف في نظرته إنه، حتى أمريكا بدأت تختلف في نظرتها إنه. بس إحنا شنو المشكلة؟ لأنه إحنا عانينا من الضغوطات الأمريكية. أمريكا تعتقد أنه لازم العراق يصير بما هي تشتهي وما هي تريد من دون نقاش ومن دون أن تكون عندنا أي إرادة. ليش عندهم هذه النظرة؟ يعني شنو اللي أدى لهم إلى أنهم يتخذون مثل هكذا نظرة على العراق؟ هم مو أنا تحدثت بالبداية يعتقدون أنه هم أصحاب الامتياز، هم اللي أسسوا هذا النظام السياسي، وبالتالي هو يفترض هذا النظام السياسي يكون ما يكون يكون إلا رؤية قد تتمايز أو تختلف عن توجهات الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا كبلد نعتقد أنه في صيرورتنا، في تضحياتنا، أنه لازم يكون عندنا أولويات ولازم يكون عندنا رؤى. هسه هذه الرؤى والأولويات قد مرة تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعض الأحيان لا تلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إحنا ما مرغمين ولا ملزمين في كل هذه التوجهات. هذا هو النضج، خلينا نسميه حتى نضج المتبادل. اليوم التصحيح اللي أنا ذكرته قبل قليل، زيارة رئيس الوزراء زيارة ذكية، هو مو فقط راح يلتقي مع الشخصيات الرسمية اللي هو الرئيس والوزراء، سواء كان وزير خارجية، وزير دفاع، وزير أمن وطني، مستشار أمن قومي، غيرها من الشخصيات، هو راح يلتقي بنواب في الكونغرس الأمريكي. هذه مسألة جدا مهمة. ليش؟ هاي طبعا أثارت تساؤل كبير، ليش رئيس وزراء العراقي راح يلتقي نواب جيد أمريكي؟ ما هو اللي يعرف أمريكا وعالم الغربي يختلف عن الأنظمة السياسية بالعالم، العالم الثالث، عالم الجنوب. صناعة القرار في أمريكا تختلف، بما معناه نعم الرئيس يعني يكون عنده رأي، يكون عنده مساحة، لكن عملية اتخاذ القرار في هذه الدول تكون مبنية على أساس معطيات، على أساس معلومات، ومن ثم تكون خيارات، وهذه الخيارات ترفع إلى متخذ القرار. يعني مو مثلنا إحنا قد يكون في العالم الثالث أن تلتقين ممكن الرئيس الحكومة غير قناعاته، باعتبار إحنا ما عندنا أنظمة مؤسساتية ناضجة تصنع الخيارات لرئيس الحكومة أو لرئيس الدولة. الأمر مختلف في أمريكا. اللقاء راح يكون مع الشركات، مع مؤسسات، مع جامعة، في جامعة جون هوبكنز، مع مراكز البحوث، مع النواب الكونغرس المؤثرين. هذني مو فقط راح يخلقان قناعات وخيارات للرئيس الحالي على اعتبار انه هذه الإدارة ما بقى من عمرها 6 أشهر، لكن حتى ممكن احنا بدنا نفكر بما هو قادم. هسه اذا كان الرئيس الحالي راح يجدد الى ما احنا مشتغلين، احنا دائما نشوف سياسات الجمهوري والديمقراطي مختلفة، شلون العراق راح يقدر يبقى على مسافة واحدة من هذا؟ هو مو مختلف، وباختصار لو سمحت، هو مختلفة بالأدوات لكن هي بالغايات واحدة ثابتة. اي يعني الأسلوب يختلف، النسق، فلسفة الأدوات المستخدمة لتحقيق الهدف احنا نسميها بالسياسة، بس الغاية واحدة. طيب، يعني ما تتغير الأهداف الأمريكية. طيب دكتور صفوان، نعم، انتقلنا من موضوع الاستثمار، راح انتقل ويا حضرتك للاقتصاد. عندنا مشكلتين، الخزانه والبنك الفدرالي. شلون العراق ممكن يتخلص من هذني باقل الاضرار؟ طبعا بالتاكيد هو يعني من يقود البيت الابيض هي شركات متعدده الجنسيه. حاليا عندما يعني تاتي حكومه مثل الحكومه العراقيه الحاليه وتعرض فرص استثماريه على شركات عملاقه، يعني فايزر الامريكيه، جنرال الكتريك، جنرال موتور، مايكروسوفت، عملاق يعني عمالقة العمالقة. هذه الشركات هي التي توجه البيت الأبيض في زيادة قدرة الشركات على النمو. الإصلاح المالي والمصرفي هو أحد المخاطر اللي يواجهها المستثمرين الأمريكان، الشركات الأمريكية. ليش؟ أنه العراق بيئة طاردة، العراق شنو السبب؟ مصرفيا يحتاج إلى إعادة تأهيل،
سواء مصارف حكومية أو مصارف خاصة. هناك فجوة طبعا نتحدث عن دولة نامية أمام دولة عملاقة ماليا واقتصاديا، فهذه الفجوة التسريع بالإصلاح المالي والاقتصادي، طبعا هي البنك المركزي باشر في موضوع إعادة تأهيل المصارف العراقية، وهناك إعادة هيكل المصارف العامة من أجل إقناع المستثمر. حاليا المستثمر الأمريكي مستوى المخاطر السياسية والأمنية تم تصفيره، المشكلة هي في المخاطر المصرفية، عندما يضعون أموالهم في الاقتصاد العراقي يرغبون بضمانات ويرغبون بعائد مستدام. من الذي يضمن هذا العائد؟ العائد هم شركاء، يعني شركة قطاع خاص محلي وصندوق التنمية طبعا العراقي حاضر، وهو يحمل عقلية استثمارية، بمعنى أنه سيكون وسيط بين إرادة الحكومة السوداني وبين قدرة القطاع الخاص على إقناع الشركات الأمريكية في خلق ترتيبات مشتركة. نتحدث عن علاقة استراتيجية. بس أنا ما فهمت، الضامن منه للقطاع؟ الضامن الحكومة، وزارة المالية ستعطي ضمانات سيادية من خلال صندوق التنمية إلى الشركات الأمريكية، لكن الشركات الأمريكية على مستوى الطاقة، على مستوى الغاز، من الذي يقابل هذه الشركات؟ عقليات في القطاع الخاص من خلال الشراكة بين رجال أعمال في القطاع الخاص. طبعا الأمريكان لا يضعون ثقتهم بدون قوانين، يحتاجون إلى قوانين ضامنة، ويبدو أن هناك تعديل وتحديث في القوانين بحيث يقبل بها المستثمر الأمريكي. على سبيل المثال نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي المباشر في القوانين العراقية 49%، حاليا هم يرغبون أعلى من 49%. هاي بالنسبة الآن دول الخليج عدلت قوانينها، فالمنافسة موجودة، يعني الأمريكان يستطيعون الاستثمار في قطر في مصر، من الذي ينافس قطر ومصر؟ موارد العراق. فعندما نحدث القوانين من أجل إقناع المستثمرين ونعطي ضمانات ويكون لدينا نظام مصرفي مؤهل للتعامل وحفاظ الأموال وأيضا جذب الأموال وإعادة ضخها على مستوى مشاريع، سيكون لدينا اقتصاد عالمي. هسه حضرتك قاعدة تتحدث عن الضمانات التي تمنح للشركات الأمريكية في العراق، طيب بصراحة ما الضامن اليوم للعراقيين أنها الولايات المتحدة ما تتنصر أو ما تسوي تلكؤ بالمشاريع؟ لا هو احنا شفناها ويا شركة جنرال إلكتريك. نعم. حاليا يعني بوجهة نظري أن الغاز العراقي رقم واحد بالنسبة للاستثمارات الأمريكية، سواء الغاز المصاحب أو الغاز المسائل. هذا يحتاج وقت حتى. هذا يحتاج وقت، بس أنت عندك الاتحاد الأوروبي، يعني ألمانيا وفرنسا وإيطاليا دول صناعية عملاقة تحتاج إلى الغاز وتحتاج إلى النفط، فعملية وضع بديل الغاز العراقي والغاز الجزائري والغاز السعودي لإنعاش أوروبا من الطاقة، لأن بدون طبعا هي أيضا استثمارات أمريكية في ألمانيا وفي فرنسا، فعندما لا يستطيعون إمدادها بالطاقة معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي تتناقص، وبالتالي خسارة على تلك الشركات. فهم يركزون الآن على ملف أن العراق يعتمد على الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، من أجل تقليل استهلاك المشتقات النفطية في العراق، وبالتالي إيقاف حرق الغاز ودخول العراق في تصدير الغاز. لمن ممكن نبدأ بيها؟ هذا مباشرين بيها، عندنا توتال وعندنا جنرال إلكتريك موقعين وياها، يعني جولات التراخيص مال النفط على الميدان. دكتور صفوان موجود على الميدان، يعني تشتغل، يعني القصص شو وقت يبدأ الإنتاج؟ التصفير ممكن يكون خلال يعني 2027 2028، هذا على مستوى إيقاف حرق الغاز. 2028 تقصد به من العام المقبل لو قايسه؟ يعني 2028 هاي راح نبقى ننتظر الطاقة المتجددة. احنا الطاقة المتجددة الشمسية اي، بس إيقاف حرق الغاز يعني إمكانية أن يكون لدينا تصدير لهذه المادة. طبعا لا نتحدث، يعني عندما نقرأ قوة الاقتصاد الأمريكي، أمريكا تصدر المشتقات النفطية، بال 23 عندهم 576 مليار دولار صادرات مشتقات نفطية. فالعراق يمتلك مكامن نفطية، يمتلك الغاز، يمتلك مشاريع ممكن أن تكون مدرة للدخل على مستوى مدن صناعية، مدن تجارية، مدن سياحية، الساحل الأوروبي ممكن أن يزور العراق. قوة اقتصادية مثل العراق يفترض أن نكون بالمرتبة رقم 8 على مستوى الكرة الأرضية. حاليا مع انخفاض مستوى المخاطر، أتوقع أن الشريك الأمريكي، طبعا عندما نقول شريك أمريكي هو الحقيقة شريك متعدد الجنسية، يعني هاي الشركات الجنر هو عبارة وليس دولة، رأس مال عالمي يتحرك بحرية
في المكانات التي توفر له ضمانات وعائد مستدام. نعم. والعراق يستطيع تقديم مثل هذه زين. مع تحديث القوانين، مع تحديث القوانين، هذه القوانين حدث البرلمان، البرلمان زين. يعني انت اشرتي لماذا نتفاوض مع البرلمان، بالتاكيد رجال البرلمان حاضرين. ماذا يرغب الاستثمار العالمي؟ علينا تطبيق شروط الاستثمار العالمي، خاصة مع وجود منافسة من دول الخليج ومصر من كل العالم. أنت ذكرت هذه النقطة. إذن دكتور أسامة، اليوم البرلمان داعم لهذه الزيارة، داعم لكل خطوات رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، رح نقدر نشرع هذه القوانين بسهولة وبدون هذا الانقسام السياسي إن صح التعبير؟ هو شوفي خصوصية المرحلة شنو؟ انه اليوم انا مو ما اتفق انه يقولون اليوم احنا عندنا استقرار سياسي. هو مو اكو استقرار سياسي بقدر ما اكو نضج سياسي. ما معناه الاستقرار السياسي انه ماكو ازمات زين، وبالحقيقه انه ماكو نظام سياسي ما بيه ازمات، بدليل احنا اليوم عندنا ازمات، مو ما عندنا، لكن هذه الازمات ما تاثر على اداء الدوله ولا على اداء المؤسسات. اليوم عندنا مجلس نواب بدون رئيس، عندنا بعض المحافظات بدون محافظ، لكن هذا ما مأثر، بما معناه انه ماكو مؤسسات تكمل عملها بكل مهنيه. بالنتيجه اليوم ماكو واحد يقول لرئيس الوزراء انت غلطان، او انت شغلك مو صحيح، او انت لا هاي الزياره ما تصب في مصلحه العراق. ماكو هيك شيء، حتى لو كان هو ما يأيد رئيس الوزراء، او قد يكون عنده وجهه نظر في معينه، لان هو المنطق يقول انه هذه الاجراءات وهذه الخطوات منطقيه وصحيحه. بقت احنا شنو اللي علينا؟ احنا اليوم علينا مثل ما قال الدكتور صفوان، احنا لازم نتكيف حتى نكون مؤهلين للتعامل مع العالم الخارجي، لأننا بلد قاطع التكنولوجيا والنظام المصرفي والعالمي من عام 1980، من دخلنا الحرب تقريبا مع إيران في زمن صدام، والنوب صدام قام باحتلال الكويت، ولاحقا فرضت علينا عقوبات ودخلنا في عزلة. وحتى سيجي واحد يقول لك لو بعد عام 2003، بعد عام 2003 احنا ما عشنا ظروف طبيعيه، لا وين ما بين تنظيم قاعده ما بين داعش. ليش انا دائما اقول 2017 هي العمليه، هي النقطه الفارقه في سياساتنا. وبالمناسبه ما صار اكو تكييف لنظامنا المصرفي ولا تطوير لانظمتنا المصرفيه ولا مراجعه الا في زمن حكومه السيد محمد الشياع السوداني. شنو كان اللي اخر الهيكله المصارف العراقي؟ مو من اولويات الحكومه، يعني انت عندك لما عندك تنظيم ارهابي او عندك سيارات مفخخه. لا بعد 2017 بصراحه. بال 2017 يعني هسه الولايات المتحده يوميا فارضه عقوبات على بنك عراقي، ليش مثلا كل الحكومات ما اجت بالها بدايه انه لازم تخلي إرادة حد لهذه الاراده الاراده الحكوميه؟ يعني للاسف هو طبعا افترض هذه الاجراءات، افترض اجراءات بنك مركزي، والبنك المركزي بموجب القانون هو بنك مستقل، وبالتالي اجراءاته وسياساته وغيره على الاقل ما يتعلق بالمصارف الاهليه والقطاع الخاص. وامر المصارف الحكوميه هذا بحث اخر يكون ارتباطها بالحكومه او وزاره الماليه. بالنتيجه تاخر نظامنا المصرفي، تاخر اجراءاتنا النقديه. احنا حتى اليوم الان بدات الحكومه تشجع موضوع الماستر والفيزا، وانه انت ماكو داعي تسحب راتبك، كل راتبك وممكن تتسوق بهاي الفيزا، وماكو داعي تشيل الا نشيل فلوس بجيبنا، وهذه الفلوس معرضه للسرقه ومعرضه للتلف، والدوله قامت تحتاج انه بتطبع اموال او اوراق نقديه حتى تغطي حاجه السوق وحاجه التوسع اللي دا يصير والتضخم اللي دا يصير. امور كثيره. انا ارجع واقول اكو اراده حقيقيه، اكو حكومه راغبه باني اكون اكو فد شيء. يعني اليوم بصراحه بعد ماكو اعذار، يعني يجوز احنا في فترات سابقه نلقى اعذار، نقول اكو ارهاب، اكو عدم استقرار، اكو فساد، اكو محسوبيه، اكو محاصصه. اليوم اكو تأييد سياسي، اكو اجماع شعبي على عمل حكومه السيد محمد الشاع السوداني. انت متفائل بهذه المعطيات؟ والله الكل، يعني انا مو انقل يعني قد ما وجهه النظر الشارع، الشارع يعني بالاكثر هو مؤيد، وان كان غير مؤيد فهو ينتقد انا اسميها الطريقه الفيسبوكيه، انه هو شيء يطلع لازم يحكي. سووا جسر، قال شو هذا الجسر ازدحام. هو طبعا هو اكو ازدحام، اول قال يوم وقالوا عليه جسر ازدحام. هو اكيد هو من راح يخلي، يعني هو الناس تعتقد انه راح يصير جسر راح يختفي الازدحام. لا طبعا ماكو شيء، لكن هو حيخفف من الازدحام. نعم. يخفف من ساعات الانتظار او صحيح. مده صحيح. الانتظار. نعم. هسه نطبق وان كان مو موضوعنا، موضوع الدوام التوقيتات الجديده. اي صحيح. اكو معارض، اكو مؤيد. طبعا الموظف بالعموم، واحنا نشتغل كلنا في مؤسسات الطعام، الموظف يريد ينام اقل عدد ساعات ممكنه. الان من تغير بصراحه التوقيت، الموظف قام يداوم عدد ساعات اكثر، اضطر. زين، بصراحه ست باعتبارك موظف في الدوله العراقيه، راضي عن هذا التوقيتات الجديده؟ وباختصار للدكتور صفوان، انا مدير عام يقول لك اذا اقول لك راضي يقول لك طبعا راضي. يعني راضي لو لا؟ طبعا راضي. طيب دكتور صفوان، يوميا الولايات المتحده طاقه مالتنا البنوك العراقيه بعقوبات، ما كنا نفهم اي شيء. هذه النقطه شلون نقدر نعالجها؟ وهل هي على اولويات
وأجندات السيد محمد الشياع السوداني؟ يعني الاستقرار المالي بالتأكيد هو علاقة شراكة بين البنك المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي. نعم. البنك المركزي العراقي حريص حقيقة على تنمية قدرة المصارف العراقية على التطور المعرفي وأن يكونون هم ذراع عملية التنمية. يعني عندما نقول أن الاقتصاد العراقي أصبح حر، من الذي يقود هذه التنمية؟ القطاع المصرفي وسوق العراق الأوراق المالية. بالتأكيد هذه المصارف التي كانت تجهل أن الحوالة التي تطلع من العراق تذهب إلى مصرف مراسل ليس من الفئة أي، يقوم بإعادة ضخها إلى كيانات معاقبة، غسيل أموال. حاليا مع وجود المنصة الإلكترونية، مع الرقابة، مع الانتقال للشمول المالي والفيزا كارت والماستر كارت والبوينت أوف سيل، تتبع حركة الدينار، تتبع حركة السلع، يعني الاستثمار بالتكنولوجيا. أعتقد بأن الوفد الذي يرافق السيد السوداني سيحاول التركيز على إقناع الفدرالي الأمريكي على موضوع السماح لحتى المصارف التي قيدت من الوصول إلى الدولار بالتعامل بعملات أخرى، يعني التعامل باليورو، التعامل هذه ممكن، هذه دائما دكتور احنا نحكي بها ممكن، يعني بس من يجي ننفذها على ارض الواقع نشوفها كل الصعب. ممكن يعني اذا نجحوا في طمأنة القطاع المصرفي، خاصة ان العديد منهم الان يتعاملوا مع شركة كيتو الامريكية لتدقيق حساباتهم السابقة، وحتى شركات التدقيق العالمية يعني الاي واي والكي بي ام جي والبرايس ووتر هاوس كانت تدقق هاي المصارف، لا وعندها ملاحظات واكو غرامات من البنك المركزي. طيب. العراق لم يشترك في موضوع، يعني المصارف العراقيه حسب تقديري انها لم تشترك في موضوع تمويل الارهاب، ولا اشتركت في موضوع عمليه ان تذهب حواله مثلا الى دوله معاقبه. ده شنو السبب؟ الاسباب نقص في البيانات، نقص في البيانات. انت حاليا عندما ترفض الحواله حتى بعد المنصه، أي. التاجر ياتي بالدينار العراقي ويرغب بتحويله إلى عملة ثانية، لكن هناك نقص في المستندات المطلوبة. نظام السويفت العالمي يتطلب حتى علاقتنا الآن دقيق جدا، دقيقة يعني صح. المدين مع الدان لـ40 مليون معامل، الوقت والمكان والزمان كلها، وهذا هاي الفجوة المعرفية اللي تحدث بها الدكتور بالتأكيد هي يعني المصارف تحاول اللحاق بهذا هذه التكنولوجيا، حتى استثمر وياك الوقت، تحتاج موارد، استثمار تقنيات، حتى استثمر وياك الوقت. اكو تخوف من الشارع العراقي، هذه الزياره اللي يقوم بها رئيس الوزراء ممكن نطلب استثناء من الجانب الامريكي حتى يسوي لنا اعفاء ونستورد غاز، لان احنا مشكلتنا تعرف كل صيف الغاز والكهرباء. ممكن هذه الزياره تنجح باعفاء بعض من العقوبات؟ يعني حسب تقديري الامريكان يراهنون على مصلحه الشعب العراقي، فعندما من يا يوم دكتور يعني لا يستطيع الأمريكان أن يتخذون قرار بالضد من مصلحة الشعب العراقي. هم نعم لديهم مشكلة في يعني في موضوع دفع المستحقات تجاه إيران باعتبارها دولة معاقبة، صحيح. وجدنا حل بأن التي بي آي يقوم بعملية تزويد حساب في عمان بهذه المستحقات، وتقوم الجارة إيران بشراء المواد الإنسانية من هذا الحساب. فأعتقد بأن تجديد العقد هو طبعا حاليا ساري المفعول 120 يوم، أربعة أشهر، لكن ما بعد الأربعة أشهر أعتقد العراق لن يكتفي من الغاز، يحتاج إلى استيراد جديد. فعندما يتم تصفير هذا الملف يعني نعم. يكون لدينا غاز ينتج كهرباء من العراق، لسنا بحاجة للاستيراد. طبعا إيران تستطيع تصدير غاز للسوق العالمية، يعني حاليا هم متفضلين في موضوع أن يضخون الغاز إلى الكهرباء. زين، بنظرة اقتصادية خاطفة، شو كنت ممكن نتخلص من مشاكل الغاز وننعم بطاقة كهربائية جيدة؟ يعني المعلن 2025، لكن أنا أتوقع أنه نحتاج إلى 40,000 ميجا واط، فهذه العملية تستحق إلى نهاية 27. مع ذلك وزارة الكهرباء لديها رغبة في الربط الكهربائي مع دولة مع الأردن، مضى هذا الموضوع، لكن مع السعودية أتوقع أنه خلال الفترة القصيرة القادمة مع تركيا يمكن تفعيل هذا الموضوع، بمعنى أننا نحاول يعني تنويع مصادر حصول على الطاقة، الطاقة الشمسية، الربط الكهربائي، والاستثمار بإنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات الحالية. خبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، حياك الله. وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الأستاذ الدكتور أسامة السعيدي، حياك الله، وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به ضيوفي
الأكارم. ختام ملفنا الأول راح يكون مع أبرز الآراء المنشورة في منصة إكس حول زيارة السيد السوداني إلى واشنطن، لنتابع. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي عن الذكرى 36 لجريمة الأنفال، لنتابع. وجع جرائم النظام البائد ما زال قائما. جرائم الأنفال أحد الأدلة الحية على ذلك، حيث قام النظام المقبور بإزهاق أرواح 180 ألف مدنية، واستخدم في تلك العمليات الأسلحة الثقيلة والغازات السامة والقصف الكيميائي وتجريف قرى بأكملها. جريمة الأنفال هي واحدة من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى، التي ارتكبها النظام البائد في حق الشعب العراقي من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتطلعون إلى الحرية والابتعاد عن الحروب العبثية التي قام بها النظام البائد. وصلت النوبة حتى أنه استخدم الأسلحة المحرمة، الأسلحة الكيميائية، استخدمها بشكل مباشر في الجنوب في الأهوار، واستخدمها في حلبجة والأنفال. وعلى الرغم من مرور سنوات على الجريمة، ما تزال حكومة الإقليم تماطل في ملف تعويض الضحايا وإعادة باقي رفات الذين دفنوا أحياء في الصحراء وسط وجنوب العراق. المشكلة أنه ضحايا هذه الجريمة الآن لم يستلموا حقوق، على حكومة الإقليم وبرلمان الإقليم أن يشرعوا قانون لإنصاف هؤلاء أو بالتفاهم مع حكومة بغداد لإنصافهم وإعطاهم حقوقهم أسوة بقية أبناء ضحايا الشعب العراقي، ولا بد من إنصاف هذه الشريحة المظلومة تعويضا لما لحق بهم من جرم. تمر الذكرى السنوية 36 لجرائم الأنفال، أحد أبشع أنواع الجرائم بحق المكون الكردي على يد النظام البائد، جريمة لا يمكن نسيانها وجرح عميق في قلب العراقيين. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. حوار ملفنا الثاني راح يكون مع مدير عام دائرة الحج الشعبي في مؤسسة الشهداء الأستاذ الدكتور طارق البندلاوي، حياك الله دكتور. حياكم الله، تحية لكم ولمشاهدي قناة الأيام. أهلا وسهلا بحضرتك. 36 عام مر على هذه الجريمة التي أوجعت قلوب العراقيين، اليوم كيف يستذكرها العراقيون جميعا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا، جرائم النظام البائد هي جرائم شاخصة وجرائم متعددة بالحقيقة، وجرائم أيضا مركبة من الناحية القانونية. هذه الجرائم يجب أن تكون حاضرة في ذاكرة العراقيين لكونها جرائم ضد الإنسانية، كما نص ذلك المحكمة الجنائية العليا باعتبار أن ما تعرض له أبناء الشعب العراقي وبقرارات متعددة هي
جرائم جوناسايت الإبادة الجماعية، منها جريمة الأنفال وجريمة حلبشة وكذلك جريمة اللي تعرض له أبناء الكرد الفيليين، إضافة إلى جريمة بلد وكذلك جريمة الأهوار، وهناك ملفات كثيرة تم تناولها من قبل المحكمة الجنائية العليا باعتبار أن هذه الجرائم من حيث التصنيف تعتبر هي جرائم إبادة جماعية، بما فيهم اليوم اللي نستذكر جريمة الأنفال، هذه الجريمة الكبرى التي تعرض لها أبناء شعبنا في كردستان العراق. وهذه الجريمة بالحقيقة من حيث دلالاتها هي أكثر من 180 ألف شخص تعرضوا إلى الإبادة الجماعية من حملات الاعتقال وكذلك ضرب بالأسلحة الكيميائية. أكثر من 4500 قرية أبيدت على بكرة أبيها، إضافة إلى مدن يعني متعددة في إقليم كردستان. هذه الجرائم بالحقيقة هي جرائم قادها أحد أكبر جلاوزة النظام البائد وهو الملقب بعلي كيمياوي. طيب، جريمة واضحة، ومجلس الأمن والجناية الدولية، الجنايات الدولية قالت أن هذه جريمة كاملة. اليوم الضحايا والشهداء أخذوا حقوقهم؟ نعم. حكومات استطاعت إنصافهم لو لا؟ أنا أقول بكل صراحة وما يؤسف له أنه في إقليم كردستان هناك وزارة اسمها وزارة الشهداء والمؤنفرين، ولدى الحكومة الاتحادية هناك أيضا مؤسسة اسمها مؤسسة الشهداء كما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 104، تؤسس مؤسسة الشهداء وترتبط بمجلس الوزراء ويشرع لها قانون، وشرع لها قانون، أول قانون كان قانون رقم 3 لسنة 2006، وبعد ذلك كان هناك قانون آخر اللي هي قانون رقم 2 لسنة 2016. هذه القوانين بالحقيقة عالجت الجزء الأكبر في موضوع الضحايا واللي تعرضوا إلى الإبادة الجماعية، وأعتقد أن الدستور العراقي كان واضحا في المادة 132 منه، أولاً تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. تمشي على الكل وعلى ناس. نعم، هو لا، هي القانون مؤسسة الشهداء كان صريحا في المادة الأولى، كان بما فيهم موضوع جريمة الأنفال والمقابر الجماعية اللي تعرض لها أبناء الشعب العراقي على يد النظام الدكتاتوري المباد، وبالتالي ولكن هناك ازدواجية حاليا، يعني الآن هناك قانون في إقليم كردستان ترعى الشهداء والمؤنفلين، وهذه صراحة كان من المفترض، رغم أنه كان هناك محاولات من قبل مؤسسة الشهداء ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي على أن تتوحد هذه القوانين في غطاء واحد كما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 132. ليش الجانب الكردي؟ ولكن هناك أعتقد هناك تعنت من الأخوة في إقليم كردستان في عدم رغبتهم في توحيد هذه القوانين، وطبعا هذا المتضرر هنا أبناء الشعب العراقي ومنهم أبناء الإقليم وخاصة المؤنفلين، لكون أن الدستور واضح في نصوصها على أنه يكون هناك مؤسسة واحدة ترعى الجميع، وهذه المحاولات جرت من قبل لجنة الشهداء وكذلك رئيس مؤسسة الشهداء دكتور عبد الإله النائلي، ولا زالت المباحثات جارية في هذا الموضوع، وتشكلت لجنة بأمر ديواني رقم 98 من أجل توحيد هذه الجهود وأن يكون هناك رعاية واحدة لكل شهداء العراق، لأنه شهداء العراق جميعا هم يجب أن يعاملوا بدرجة واحدة، هذا التعنت الكردي بقانون واحد وبامتيازات وحقوق واحدة، هذا التعنت الكردي لربما لأنه اليوم الشارع العراقي يتحدث عن مؤسسة الشهداء، وبصراحة أتحدث معك وأنقل لك رأي الشارع، يقولون روتين وتسويف، ربما هذا دفع الجانب الكردي لعدم القبول بما تتفضلون به. لا، هذا الكلام مو صحيح،
احنا لدينا برامج متعددة بالنسبة لذوي الشهداء فيما يخص حقوقهم التقاعدية، يعني موجودة وحقوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من الراتب التقاعدي. يتم منح كل ذوي شهداء في العراق سواء كان شهداء جرائم حزب البعث أو شهداء الحشد الشعبي أو شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، يتم منحهم الحقوق التقاعدية كما نص على ذلك القانون. أما فيما يخص موضوعة بدل الوحدة السكنية أو المنحة العقارية، مؤسسة الشهداء تكافح وتناضل مع بقية مؤسسات الدولة العراقية وخاصة وزارة المالية من أجل وجود تخصيصات كافية لجبر الضرر بالنسبة لذوي الشهداء، وهذا معمول به الآن في مؤسسة الشهداء. وأعتقد السيد رئيس مؤسسة الشهداء قبل يومين ذكر ذلك بشكل واضح وصريح ومن خلال توصياته في كلمة اللي ألقاها في مؤتمر الشهيد الإمام محمد باقر الصدر في الذكرى 44، ذكر على أنه يجب على الحكومة وكذلك مؤسسات الدولة العراقية أن تلتزم مع مؤسسة الشهداء في تنفيذ قانونها. وكان هناك أيضا زيارة موفقة للسيد رئيس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني إلى مؤسسة الشهداء ولقاء مع ذوي الشهداء وفي شهر رمضان المبارك، وكان هذا اللقاء أيضا انعطافة مهمة جدا، وهناك رعاية خاصة لذوي الشهداء من قبل حكومة السيد السوداني، يمكن من أول حكومة بدأت تتعامل مع ملف الشهداء تعامل مهم من حيث التخصيصات المالية. ومؤسسة الشهداء قامت بواجباتها، وكذلك من حيث الامتيازات هناك قبول آلاف الطلبة في دراسات الماجستير والدكتوراه وكذلك الدراسات الأولية، وهناك بين فترة وأخرى يتم يعني تكريم ذوي الشهداء، وهناك أيضا صندوق الشهداء تم تفعيله بشكل واضح، وهناك أيضا إعانات يتم منحها إلى ذوي الشهداء. مؤسسة الشهداء قامت بواجبها من حيث التزاماتها المالية وغيرها، ونسمع من هنا وهناك بعض الأبواق وللأسف الشديد يعني فيما يخص يعني بعض المعاملات اللي تخص ذوي ضحايا الإرهاب خاصة في محافظة الأنبار، وما يؤسف له أنه هناك تم تشكيل لجنة. هي هنا النقطة، يقول لك أكو ابتزاز وأكو استفادة وأكو تسويف وأكو هواية قضايا حتى تتعلق بقضايا فساد. شنو صحة هذه نعم هذه طبعا مؤسسة الشهداء هي اللي بادرت واكتشفت هناك كانت فساد، وهناك كان في اللجان الفرعية، لأنه عادة معاملات ضحايا الإرهاب تبتدأ أولا من مركز الشرطة وكذلك وزارة الصحة، وأيضا تبتدأ من خلال اللجان الفرعية، اللجان الفرعية اللي تشكلت بموجب القانون بدءا كانت من القانون رقم 20 لسنة 2009 اللي تشكلت بموجبها لجان فرعية في المحافظات وكانت ترتبط بالمحافظات والسادة المحافظين، وبعد ذلك انتقل الملف في سنة 2016 إلى مؤسسة الشهداء. فوجدنا هناك كان أولا فساد على أكثر من مستوى من حيث ترويج المعاملات ليست في محافظة الأنبار لوحدها، وإنما كانت هناك أيضا في بعض المحافظات اللي تعرضت إلى إرهاب يعني مثل شديد. الموصل؟ نعم، نينوى، صلاح الدين، إديالة، أطراف بغداد وكذلك الأنبار وبقية بعض المحافظات الأخرى. ولكن مؤسسة الشهداء بادرت إلى تشكيل لجان للتدقيق هذه المعاملات، واكتشفت هناك صراحة يعني تزوير، وكان هناك أيضا تدليس وتغيير الحقائق لذلك على حساب المال العام، وهذا تم توقيف هذه المعاملات وإحالتها إلى هيئة النزاهة، وكذلك القسم الأكبر تم توقيفها والآن طيب. تجري عليها التدقيق. أكو إرهابيين صاروا شهداء في العراق؟ نعم، أنا إحنا ما نحمل يعني جهة معينة، أقول أكو هناك جهات كانت على شكل عصابات مافيا كانت تروج هذه المعاملات عن طريق اللجان الفرعية اللي كانت ما مرتبطة بمؤسسة الشهداء، وفعلا كانت هناك دخول وتم اكتشافها من خلال الخلايا اللي تم تشكيلها من قبل مؤسسة الشهداء اللي هي خلية سلامة الموقف الأمني. قبل ما كانت موجودة قبل 2016، بعد 2016 بعد أن تم تشكيل
يعني وارتباط هذه اللجان الفرعية لتعويض المتضررين بمؤسسة الشهداء، تم تشكيل لجنة الخلية سلامة الموقف الأمني اللي اكتشف بموجبها هناك دخول بعض الإرهابيين في ملف الشهداء، وتم إيقاف هذه المعاملات من قبل مؤسسة الشهداء. وأعتقد أن السيد رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الله النائلي اكتشف الأرقام المهولة اللي كانوا يأخذون رواتب بوجه غير حق على يعني حساب المال العام. يأخذ راتب وش قد نعم يأخذ؟ شنو الأرقام المهولة؟ لا، تم إبطال هذه القرارات اللي كانت تخص بعض الجرحى وبعض أيضا اللي هم غير شهداء، تم إبطال قراراتهم من قبل مؤسسة الشهداء. طيب سؤالي لك وبصراحة، عمل مؤسسة الشهداء اليوم يتعرض إلى ضغوط سياسية؟ يعني تجيكم ضغوط سياسية تخلي هذا الإرهابي يصير شهيد؟ لا لا، هذا الشيء ما موجود ولا نقبلها بأي شكل من الأشكال. كمؤسسة الشهداء لدينا قانون ونحن نعمل بموجب القانون، خلاف القانون لا نعمل به أبدا إطلاقا. وطبعا هناك أيضا حتى توجيهات من قبل السيد رئيس الوزراء، والآن تم تشكيل لجنة عليا مع مكتب السيد رئيس الوزراء من أجل تدقيق معاملات ضحايا الإرهاب، مو فقط في محافظة يعني في محافظة الأنبار وكذلك في بقية المحافظات الأخرى. هذه اللجان تعمل وفق القانون ولا نقبل بأي شكل من الأشكال خلاف القانون أو الإثراء على حساب المال العام خلاف القانون. نعم. طيب شنو أبرز التحديات اللي تواجه عملكم كمؤسسة شهداء؟ والله هي كانت الموازنات التي تواجه مؤسسة الشهداء، قلة التخصيصات المالية، وأعتقد صرح بي قبل يومين السيد رئيس مؤسسة الشهداء دكتور عبد الله النائلي لوسائل الإعلام وطلب بي أنه يكون هناك تخصيصات كافية لمؤسسة الشهداء من أجل أن تلبي موضوع جبر الضرر بالنسبة لذوي الشهداء. فهم لي هذه النقطة. نعم. يعني اليوم عائلة الشهيد من تروح تريد الأموال مالتها من مؤسسة الشهداء ما تدفع لها، لو تقسط له شنو الموضوع؟ لا، هناك يعني موضوع التقسيط مو احنا اللي مسوينه، احنا خلقنا ضوابط من اجل ان يشمل عدد اكبر من ذوي الشهداء. يعني موضوعة مثلا كانت تخصيصات المالية اللي اجتي في موازنة الأمن الغذائي في 21 22. نعم طبعا، هذا طبعا احنا بدينا خلينا ضوابط خاصه بالنسبه لبدل وحده سكنيه لذوي ضحايا الارهاب اللي خاصه ببغداد، لانه بقيه المحافظات يتم توزيع قطعه الارض، لكون ان قانون مؤسسه الشهداء جاء على انه تخصيص قطعه ارض او وحده سكنيه او دار بالنسبه ل او شقه سكنيه بالنسبه لذوي الشهيد. وفي حال تعذر الدولة في حال تعذر الدولة عن توفير قطعة الأرض يصار إلى بدل وحدة سكنية اللي بالنسبة لضحايا الإرهاب مقداره 50 مليون، احنا وزعنا على 10 ملايين كوجبة أولى بنسبة وبشكل عادل وفق ضوابط طبعا وحددنا، اللي عنده أكثر من شهيد اللي ممكن عمره 70 سنة فما فوق أو قاعد في قطعة أرض متجاوز أو يحتاج إلى عملية، احنا منحنا كل عائلة أكثر من 10,000 عائلة منحناهم على 10 ملايين. هذا يا عام عرقي. هذا في موازنة الأمن الغذائي واستمرت يعني هذا الشيء. نعم. في موازنات 23 و24 ننتظر 24 الآن التخصيصات اللي يجب أن تطلق، لكون أن قانون الموازنة الآن توقفت، الآن 1 على 12 جاي تصرف وينتظرون الجداول الخاصة اللي تعدها الحكومة العراقية من أجل التصويت عليه في حسب قانون الموازنة المادة 79 منه اللي يحتاج إلى جداول تقدم من قبل الحكومة العراقية من أجل التصويت عليه من قبل مجلس النواب. شكرا جزيلا العراقي. مدير عام دائرة الحج الشعبي في مؤسسة الشهداء الأستاذ الدكتور طارق المندلاوي، كنا ضيفي. شكرا لكم وشكرا لقناة الأيام على إتاحة هذه الفرصة و يعني لتقديم رؤيتنا كمؤسسة شهداء. شكرا لكم، نسأل الله لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا ومتابعينا نختم هذا الحصاد بموجز لأهم الأنباء. النواب يصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وزارتا التخطيط والبيئة تتفقان على آلية لتنفيذ استراتيجية إزالة الألغام وإعلان خلو العراق منها بحلول العام 2028. وزير النقل يعلن أن نسبة إنجاز الطريق بين ميناء الفاو ومشروع التنمية تجاوزت 73%.
نزاهة تعلن تنفيذ أمر قبض بحق مدير قسم الموارد المالية وموظفي جباية في ديوان محافظة واسط. وأخيراً القضاء الأعلى يعلن صدور أحكام بالسجن بحق تاجر مخدرات ومدان لقيامه بالترويج لأفكار البعث المحض. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.